هل فعلا هذه المقولة الجار قبل الدار صحيحة مع تعاليم الإسلام ولا غلط وإحنا كده متوارثينها بشكل أو بآخر؟ طيب، هي المقولة دي مقولة لها أصل ومقولة مهمة جدا في حياتنا وفي تاريخنا العربي. المقولة كانت في بغداد، وكان في راجل يسكن بجوار رجل صالح. نعم. فأصابته ضائقة مالية كبيرة جدا، فقرر أنه يبيع البيت علشان يفك الضائقة بتاعته. فقالوا طيب هتبيع البيت بكام؟ فقال أنا بعرض البيت للبيع بألف دينار. نعم. فقالوا بس البيت بتاعك ده ما يسويش أكتر من 500 دينار. قال لهم هو يساوي 500 دينار كبيت، لكن الجوار بتاعه جاري ده يساوي لوحده تمن البيت كله. يا الله، ده انتوا يعني لو جاورتوا هذا الرجل من أخلاقه ومن شيمه ومن كذا وكذا وكذا تدفعوا أكتر من كده. جاره لما سمع إن زميله أو إن جاره ده بيتكلم عنه بهذه الطريقة، ذهب إليه وقال له أنت عندك ضائقة مالية قد إيه؟ قال له كذا. فدفع له هذا المال كله وقال طالما أنت اشتريت جواري وتكلمت عن جواري بذلك فأنا لا أتركك أبدا. ما شاء الله. فكان بيقول له أنا لي أولاد كتير، وأولادي دول لما كبروا طلبوا أن أنا أنتقل معهم، وأنا رفضت أن أنا أنتقل معهم لأني عشت بجوارك 20 سنة ما رأيت منك إلا خيرا، فكرهت أن أنتقل من جوارك. عشان كده العرب قالوا قديما اختر الجار قبل الدار. الجار بيقعد معاك يمكن أكثر من الأخ دلوقتي. الجار ممكن يساعدك يمكن أكثر من الصديق، لأن أنت سايب بيتك وسايب أولادك وسايب أسرتك كلها في هذا المكان، وربما أنت كنت في العمل منشغل، فلو حصل شيء لو الجار ده شهم، لو الجار ده عنده أخلاق حسنة، أكيد مش هيسيب أولادك يقعوا في ضائقة من غير ما يمد إليهم يد العون. نعم.